والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ساعة، مرحبا في سلسلة بلانت بيس. طبعا أنا سويت شوي شغلات زيادة، خلنا نسوي لكم تحديث على شو سويت. بنت شوي شغلات، شغلت شوي شغلات، بتشوفون البيس مستوي كبير، قاعد تجرب. أنا هذا بمسح الحين الحين الحين، شوفوا الموارد شوي، قمت أعدل في الموارد، واستقبلنا شوي ناس جداد، حطيت غرفة أكسجين جديدة. تواصل عندي 21% شيء، وكان عندي شوي مشكلة كهرباء طول الوقت تقريبا، وحطيت بايودوم جديد، وحطيت هني مكان يستانسون فيه العالم. وصح تلفزيون، حطيت فيه تلفزيون، حاولت احل شوي مشاكل موجودة عندي موارد وغيره، والحين شوي يستانسوا اكثر. الجماعة صار عندهم تلفزيون، صاروا مستانسين، وحطيت لهم جيم طبعا، وسوالف وحركات ودنيا طبعا نبى اكل زياده، نبى استوك زياده، بس هذا لازم امسحه الحين. خلينا نمسح هذا على الطاير، وانا اقول لكم شو مسوين، شو مسوين في الدنيا يا جماعه الخير. يا جماعه اول شيء ثانك يو على الدعم اللي والله مغريني. خلينا نسوي لنا واحد هنا. انا في هذا الاتجاه راح امد طاقه وربعه وشبكه النتورك، ما ادري ما يفرق في الموارد، ابني واحد ولا خط ولا خطين يا جماعه. ويفرق شوي وشوي. انزين خلنا نحط لنا ايرلوك سيستم. حطيت ايرلوك سيستم هني، سلمنا كذا كل الناس شب. الحين بسوي تريد، طبعا عندي شويه خضره فواكه. يا جماعه مشكورين اول شيء على الدعم اللي تسوونه، الصراحه دعم للقناه مالكم رقم واحد وممتاز. لكن الحين محتاجين نوصل 1000 مشترك يا جماعه، أبهمتكم يا جيش خليل، يا جيش الخليليون، أيها الوحوش وصلونا 1000 مشترك. ويت هاز بين بلت، نبى نوصل لدعم منكم ونكمل الدعم هذا إن شاء الله نوصل لـ1000 مشترك يا جماعة. أبو كونستركتر بوتس طبعا تميت أبدل معهم شوي سامان، بس مشكلة الحين 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 الآن الآن ما عندي شيء، ما عندي إنتاج، ما فيه كفاية، فأنا آسف، مع السلامة. الحين ابغى انتج خضرة زيادة لدرجة اني اكون شو اسمه. خلنا نسرع اللعبة، اخيب بسرعة. شوفوا الحين بنيت سولر ثاني على فكرة، نبى نوصل للدعم، نبى نوصل 1000 مشترك يا جماعة، بتساعدوني تحت اكتبوا لي تم، ما بشوف غير تم منكم. ونوصل من هالعلى الاعلى، نبي نوصل ان شاء الله شوي اكثر، ويمكن العاب اللي العبها انا غريبه وكلها مانجمنت. اتمنى ان هالثيم عايبينكم للحين. انا هي قناتي بطريقه، شوفوا سو عندي جنيرت، عندي 10 تنفار على فكره، عندي 10 اشخاص. هني ببني الحين باور كولكتر جديد، يمكن انا غلطت شوي اني بنيت. خلنا نرفع أولوية هذا. فنبي يا جماعة نوصل الألف، نشوف شوية الأمور تبدأ تتغير. خلنا شوي باباها تنتعش على الألف، عشان شوي نقيم عالي ونسوي شغلات بشكل أعلى. شوفوا عندي حديد على فكرة وايد، 9. بنتنا الأرمز ورك شوب والسيمي كوندكتر، تو مشغلنا من قريب يميان انجينير زيادة حق السبير بارتس، مش سبير بارتس، حق شو سويت؟ حق روبوتس. وعندي السبير وركشوب، السبير وركشوب مخلينا شغال انا الصراحة، بس الحين افكر افتح سبير وركشوب ثاني اذا يعني انجي. ها شوف منو يانا، كورنس شوب، شوفوا الزوار، شوفوا هذا انجينير. يو والله احتاج انجينير قد ما اقدر ترى على فكرة، انجينير سي جدا مفيد. وهني انا اشتريت من سفينة يتني كارير بوت، سوري دريلر بوت، حفار، الروبوت الحفار. والحين استوى عندي كولونس زيادة. انا ما اعرف انتاج الاكل عندي شو اخباره. وي ار اوت اوف سبيرس، انا اعرف ان انا اوت اوف سبيرس، انت قاعد تخبرني شيء. لحظة خلنا احط، بما ان انا عندي انجينيرز زين، واحد زيادة حلو، خلنا نحط واحد زيادة، شو رايكم؟ بنحط واحد زيادة، لأن الحين ايرلوك أنا أباه هني عأساس الناس تطلع من هالمكان إلى برا، إلى برا، هاي، ها، جي،
عرفتوا؟ الناس تطلع الحين، اللي بيطلع لين هني لازم ياخذ لفة من هني لين برا مرة، ويجي عندنا هني أنا شي يغث شوي شويتين، مو بشوي شويتين. شو اخبار الاكل عنا؟ الاكل يا جماعة الخير، باور جريد، وضع الباور عندي فاشل، اكسجين زين يكفي 28 نفر، ووتر ستورج ما عندي، بسوي ووتر ستورج لازم، وعندي يا جماعة وين؟ والله نسيت وين كان مال الأكل يا جماعة، هذا مال الأكل، أكل، مين مالي كفي كم نفر؟ كفي 9 نفر؟ هذا ولا كان الميل ماشين؟ ما اعرف، لانه هني نبى نحن لاندك بروشن. طبعا انا مسوي معادل الميديك والجارد، مسويين جنب بعض زين. استركتد هاف بين، ليش بنو هذا؟ انا حاط اولويه حق هذا. يستهبلون يستهبلون صح. ميل سكس ها شو كلنا شب شبيب لنا. تعال 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 تعال. انجينير بعد انجينير، حلو مش غلط الصراحة، مش الصراحة مش غلط ابدا. زين بما ان استوى عندي بطاريتين، هاي ليش يعبي؟ هذا بنسوي له ريسايكل. الماي عندي مش ممتاز، فوق الممتاز. نحن نحتاج 4.5 وهذا ينتج 5. something حلو. فانا شو بسوي؟ ريسايكل حق هذا، وخلي الين. لا ما ينيت، بس عندي مشاكل هني، وخاصة السبير. انا السبير عشان يوصل لبرا عندي ياخذ فترة طويلة 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 اوي اوي اوي. انزين يعني فترة طويلة ياخذ يعني، فحرام يعني انه ياخذ كل هالفترة على الفاضي. فشو بنسوي؟ مش وقت العاصفة، مش وقت العاصفة، بس عندي بطاريتين كبار الحين. زين المشكلة اذا ضرب نيزك واحد باكل. خلنا ساكتين خلنا ساكتين، ما بتكلم انا الصراحة، والله ما بتكلم، ما بقول شيء صراحة، ما بقول شيء صراحة يعني، بصراحة يعني صراحة. باور فول، هذا فول اكسجين فول. زين يا جماعة انا الحين كان عندي مال فود زين، بس ما اذكر وين شفته، ما اذكر. كان احيد مكتوب الاكل يكفي 20 نفر، حلو، بس وين كان مكتوب انا ما اذكر. وضع الوجبات عندي شكله نص نص لنا. ما اعرف، بس خلنا نحط مركز التحكم. مركز التحكم بعد كل هذا خطتي فاشلة، بعد ده كله خطتي فاشلة. انزين لو اشل هذا واحط مركز التحكم هني بعد بيختصر صح؟ يعني بيجون بالطريقة هاي بشكل دائري. التصميم كامل غلط، التصميم كامل غلط اصلا، ما في عندي تصميم صح. ها شو اخباره؟ شو اخباره احبك ولكنك علي قاسي. اصلا لازم يسوي مزرعة اللي هو شو يسمونه، نسوي مزرعة سولر ويند فار. يعني هذا بني بنونه ان شاء الله، يبنونه يعني، يعني باذن الله يبنونه في يوم من الايام، مرحلة من المراحل ان شاء الله يعني. الله يوفقنا يعني ويحلون المشكلة. زين لحظة، انا كان عندي هني في شيء حلو الليمت صح؟ كان زمان ما عندي شيء اسوي مسلسلات، بس بيرز 10، ميديكال سبلايز 10،
بس بخليه 15. ليش؟ لأن الحين قاعد أزرع شوي بالزيادة. زين، أبا سبيرز 15، سيمي كوندكترز 5، بوتس 5 5. زين، بوتس بعد ما ننتج ونسوي. زين، نحن عنا اللي يسوي لنا دواء اللي هو هذا مال فيرمونت، هاي يسوي لنا producing 0% الحين. ورك بنش يبغى لمدك بيو بلاستيك، هذا لان عندنا انتاج شوي نازل. ليش اوت ليش اوت اوف ووتر؟ لحظة، قام ينقصنا شوي ماي، قام ينقصنا شوي ماي، ما علي بحط ماي، ما مش قضية يعني. ان هذا مبنى الحين، اللي بعده راح ينبني اسرع، عرفتوا؟ ما راح يكون ابطا. ووتر اكستراكتر ما يستوي اكبر، والله بسوي اكبر ما عندي مشكله. لحظه، هي ما عندي مشكله، مو مشكله. ووتر اكستراكتر الحين زين شغاله، الهرب الحين شغاله. زين، نبى السيستم عندنا يعبي البطاريات، ترى اصلا كان عندي الاثنين سولر وهذا يعبون البطاريات. ف ريسايكل، لا لازم اعاد الترتيب ترى يا جماعه، اعاد الترتيب خرافي اسوي للمكان، او اني ابدا المستعمره من اول وجديد، واللي هو حاليا بصيح ترى بصيح يا جماعة، مش قادر احط شيء هني. استوى استوى، مركز تحكم في الوسط، هنت فود. ايوه تعال تعال يا فود تعال. يقول لك واحد من شغلات الاتحاد كانت موجود هو تجهيز الاكل، اذا صرت سويت شيء غلط ممكن الناس تبدا تموت عندك. اول شيء لازم تسويه الخضرة عشان تنتج وايد شغلات. انزين الى اخره الى اخره الى اخره. يعتمد عندك الناس البيولوجيستات اللي تحتاجهم عشان تبنوا هالسوالف، الاكل هذا لازم تسوي ميل ميكرز، هاي اللي يسوون اكل هاي المكاين. انزين، بس لازم نسوي 2 على 1، لازم نسوي لحم برميت. زين يا جماعة، يعني بتيك بتيك على كل، انا وين شيكت عليه؟ انا نسيت. اور ستوك فود ستوكس ار لو، ليش ليش كارهين يعني؟ ليش ليش الزعل مني؟ اوف والله هذا مكانه والله اوكي، لان هذا بخل بيتم فاضي حق هايل، ومن الستور على هايل لا خلاص خليه ياخذون لفه، لان الحين من الستور من هني لين هني بيروحون برع وبيبنون ووتر اكستراكتر جديد. بس ابا ووتر تانك الحين، المشكله وين؟ المشكله مش هذا المنيو، خلينا نشوف مرة ثانية. انفورميشن تشارتس جريد فورد. انزين، انا اظن الاكل ما راح يكفينا، وايد كولونست يونت اوف بزيادة. وركر مالتي دومز اوت اوف ووتر. انزين، لازم احط التانك عاساس في حال اي وقت هذا اختفى ما يقعد يسوي لي مشاكل. مركز التحكم قاعد ينبني، وبنعطيه الأولوية القصوى، وعقبه الماي. الحين أنا عندي موارد ترى، قاعد مش قاعد أبني على الفاضي ترى. زين، بس الحين شو يبالي؟ يبالي ماكينة بلاستيك ثانية. أوكي حلو، بس قبل هذا كله ماكينة بلاستيك ثانية، هذا كان شيء قريب طايح من عندي على فكرة، أنا شفته من بعيد. نحطي هذا مثل ما قلت لكم، بنمتد لها الاتجاه. عندنا باب الحين مش قريب، لكن يشبه ربع قريب.
ما ادري ربع قريب يمشي ما يمشي يا جماعه، لكن النهايه ربع قريب جدا، ربع قريب. انزين عندي 8 انفار، اقدر احط لهم شبريه غير؟ ما اقدر. ليس هناك مكان حق سرير اخر، فبحط لهم. انا الصراحه بعرف اروم اكبر شيء مبناي اصلا، لا يعني اذا هذا الكانتين بغيت مثلا، ما عندي انا خضرة صح؟ بالضبط، انا ناقصني خضرة. لحظة، انا ناقصني خضرة اصلا صح؟ فري زيرو فيجيتابلز قاعد يسوي ميل بس ما قاعد يكفي الخضرة. يعني المشكلة مش في الميل ميكرز، المشكلة في كمية الخضرة اللي عندي. وانا قاعد انتج. اوكي دام السالفة شي ادت، هذا ريسايكل، هذا ريسايكل. بحطي انا شو عندي هني؟ ميديكال بلانت ويت اللي هو ساعدوني، لا اله الا الله، قمح. هذا حبوب قوليات، بحطي لهم ذرة، شكله مشروع ناجح. مش ذرة، مش لوتس ولا طماط. المشروم، مشروم مصدر بروتين فنان. انزين مصدر بروتين فنان، بنحط لهم بعد مصدر بروتين ثاني. تريدنج شيب، تريد شيب حبيبي شو اخبارك؟ تمام. جي ام تو ميت دي ان اي فاليو، كليك تو تريد. اوف 640. زين انا ميديكال سبلايز مالي ما بحتاجه ذاك الكثر، بس الحين مش خضره، لا خضره انا قاعد ابا لحم. كم عندك لحم؟ اعطني، بعطيك ميديكال سبلايز على الطاير. كم ابا انا في الستوك عندي؟ 5. المستانسين صحتهم 100 100، ما ابا اكثر. ابا منك شيء ثاني؟ لا، الباقي خلنا اعطيه فلوس حق بعدين، بدل ما اخلي عندي في الستوك. طبعا بيطول شوي لين شو 70، بيطولون شوي لان يقلون السامان من مكان لمكان. اوكي هذا البيدوم، خلنا بنبني مصدر اكل زياده، لان الاكسجين عندنا ممتاز. انا عندي مضختين اكسجين، انتم مش موجودين، لكن انا سويت مضخه ثانيه اكسجين. سمول صايرون صايرون تنتون تصيرون. زين يا عمي برايرتي فول عطال يا عمي، خلي ابني مركز التحكم يا ابني. ايه شو هذا يعني؟ تعبنا وياه، تعبنا اللعب، لعبة تعبتنا. انا اتوقع والله الصراحة هي احتمال احنا نخسر الجيم هذا. والله انا عندي احساس ان المستعمرة ما راح تمشي على خير، كثر التأليف اللي قاعد ألفه في اخلاقها انا الصراحة. بس ما عليه، بس اوكي بس اوكي، نجربنا اليوم. مركز التحكم راح يفتح لنا ترى ريسيرش داد، نبغى نبدا شوي نبتدئ في المستعمرة شغلات جديدة، حماية غيرها سوال. يبنى شوي لحم بعد عسى بننتج شوي شغلات زيادة. انزين الحين عندنا ميلز، عندنا كل شيء، بس مشكلة عندنا في انتاج الخضرة. ليش انتاج الخضرة عندي نازل؟ سبيرز شو اخباره؟ سبيرز انتاجه تعبان، مع ان عندي انجينيرز. ها معناه ها كنترول سنتر، خلنا نجيب مركز تحكم. نبا مش سكيورتي، راديو وركر انتينا فروم هير، انجينيرز والمونيتر التلسكوب فروم هير، ابليس ستور جانس. انزين بما ان انا عندي 8 بتهور، بحطي سكيورتي كونسل، بني بجارد، عندي جارد انا اصلا، وبنحطي مال الراديو، ها وركر بيشيك على المكان، بنحط هذا وبنحط مخزن اسلحة بنحتاجهم. بما انا مضطر شوي اجيب العيد، انا اقولكم صدق يعني صدق اجيب العيد يعني، والله اجيب العيد بعض الوقت يعني الصراحة، بس هذا جزء من الوناسة يعني. ها تانكي الووتر شوفوا قاعد يعبي مي، لو استوى اي شيء هاي نزل انتاجهم، كهرباء انقطعت بالندوة، يتم عندنا ماي شوي شغال.
زين فود ستوك عندنا لو دايما، نحنا ثبت انه ما عندنا حاليا برودكتس فعليين، بس لو اي ابى ابني شيء ثاني يا جماعه، شيء انا اشوفه مهم اللي هو ما ببني لكم بار الحين، انا ابى ابني لكم هذا display connection information about colony. نحن نبغى والله هذا بيكون ممتاز اذا هذا وصل لي في هذا، لا هذا بيكون نفس هاي الوسخ بنحطيه هني. زين بيعطينا معلومات عن الكولوني مالنا، اقدر امتد ورا احطيه هني، بس ما اعرف في له رينج هو يوصل ولا شيء، ولا بس احطيه وخلاص. خلنا نشوف هني، لا طبعا انا شال السامون من هني، خلنا نحط واحد اوكي، وابغى اشوف شو الانفورميشن اللي بيطلع لي. انفورميشن شوي زياده يكون على اساس نحن الحين ماي ستونز نشتري ريتش بوبيليشن 100، هذا شغلات نوصل لها. زين تك في شغلات هني نحن بنبدا ننتجها، مسدسات بعدنا ما ننتج، بس تو عندنا بلاستيك وغيره، وعندنا احنا عندنا بيولوجيست صراحة، عندنا المفروض عندنا بيولوجيست اللي هم اين انتم يا اصدقائي؟ انا كم عندي هني، ايوه هذي لهم، ايوه بور ويلفير بور، ما عندي شيء يكفيهم، برستيج زيرو، شكلهم بيزعلون لين نقول امين. 3 بوتس عندي، واحد كارير، واحد يشيل سامان، واحد كذا ميل 2. انزين انا عندي بيولوجيست 8، اوه عندي بيولوجيست 8، تعرفون شو بسوي؟ اذا عندي بيولوجيست هالكثر ليش ما استغل البيولوجيست وابني ستكات زياده على اساس نبيع يميون. تلسكوب انكمك ديزاسترز الاو انتي ليزر تو ايم، هاهاها المضاد المضاد. زين بس خلينا نحط بايدوم الحين، لحظه خلينا نحط بايدوم، اوكي انا بسوي اختصار لهني اصلا بعد. بايدوم بايدوم بايدوم، نسيت شكل البايدوم. زين استوى عندنا تكنولوجيا جديده بنسويها، مين صار بايدوم هذا؟ زين ايوه افا مره مسوي اختصار تبا، بسوي بايدوم عود، شوفوا اكبر واحد، بننتج اكل لين اكبر واحد، مره مسويه عندي خمسة بس حديد في انتاج، اقول في انتاج بنسوي هذا لهني، ومركز التحكم بخليه وصله واحدة بس، ما بوصل هذا ولا وصله، نخلي شبكة عنكبوتية. اختصارات نسوي، بسوي اختصارات في المكان هذا. انزين نحن سوينا صديقنا الجبن، مش جبن شو اسمه، ابغى اسوي اكل وايد لان عندي بيولوجيست، انا عندي بيولوجيستات. ها شوفي ما في اكل، والله بصيح ما في اكل، ما في اكل يا جماعة، هني ليش ما في اكل؟ شو اخبار الانتاج؟ كان عندي الانتاج زايد، في لحظة من اللحظات استوى عندي الانتاج، اوب جود باي كل شيء مدع. بس الحين المنتل انا قاعد انتج، تراني انتاجي زين لان اخذت الدريلر هذا الحفار، وقمت استغل الانجينير ولا الوركر في شيء ثاني، مفروض الاسبير اوكي وضعه، بس اشوف ان لكم عليه شوي. سيمي كوندكتر انا كم مفروض اني اوقفه؟ لا اوكي الوضع تمام، مش مقروش وايد، الوضع زين. حتى هني الحين بيطلعون من الستور لهني، بيطلعون السامون اذا يبون يطلعون اي شيء، عرفتوا؟ ففي مجال وايد ان الواحد يكون عنده فيه شوية تحكم. بس الحين ابغى معلومات زيادة، شوفوا بطارية واحدة استهلكت، كان فيه هو بس، لازم احاسب وايد على البطارية، انا وايد بطارية واكل حاليا بالرغم ان عندنا مركز تحكم،
لو عندنا مركز تحكم ما عندنا اي جارد نحن. هذا ستاتس عندنا زيرو جاردز. عندنا 2 ميديك 5 انجينير 7 بيولوجيست 10 وركر. بيولوجيست واحد توه اختفى تتوقعون مات؟ شو استوى فيه الرجال؟ اختفى ما اعرف خلنا تريدنج شيب الله ترياتون الصبح ترياتون الصبح. خلنا نشيل وجبات ارجنت اوكي نبغى وجبات ارجنت. كم وجبة؟ 10 زين ندق شيفت كليك هني ميديكال سبلايز بس نعطي ميديكال سبلايز بس ما عندنا اكل ترى. 66 56 ناقصني 1 فاليو. خلينا ننقص وجبة وننقص هذا. لا بنزيد هذا بننقص الفلوس. حبة اوكي تريد نبى اكل. خلى الجماعة شوي ياكلون عنا يتنفسون لان يستوي عندنا انتاج اكل. اوكي اوكي ونبدل وياهم. هذا بس اللي ينبني زين والله يسوون خير اذا يبنون الحين. لان خلنا نسرع شوي الموضوع لان الوضع اللي فيه خطير جدا. هاي الانتاج من نص نص وعندنا نحن ترى بيولوجيست يكفون. يعني لو افترض ان هذا يكفي واحد 7 على 3 اماكن شد بمور ذان اناف. يعني المفروض يكون اكثر من كافي اكثر من كافي. يا جماعة السهل سبسكرايب على الانجليزية سأخبركم يعني هسه انا اقولكم يعني. يواعي يواعي العالم مو حصلين اكل. يلا انتجوا نبى عيش. هذا ميديكال سبلايز لا ما نبى. بنتج والله ابى انتج انتاج اكل ان مش يكفي اللي بعده. تعرفون اللي بعده يعني يكفي اللي بعده يكون اكثر من مجرد يكفي. لهسه انا قاعد اسوي هذا. مركز التحكم والله ضاف لي شغلات بس نحن الحين نتريا. المركز الثاني بعد ضيف لنا شوي شغلات ثانيه. منو دمجت نبا سبيرز يا سبيرز يا سبيرز سبيرز وركشوب. هاي ما يكون شغل من استوى ما يكون شغل بس زين لان كان عندي مشكلة انا اصلا في الحديد وكنسلت باقي الشغلات اللي كنت مسوينها. اوت اوف سبيرز لازم نحصل حل مع الانتاج التعبان هذا الكئيب. اذا ما حصلنا حل مصيبة المصايب هاي. التوسع حلو لان نحن اصلا في المستقبل شو نبى. على فكرة انا بشكل بحط اللاندنج هني لاندنج باد جديد وبسوي هذا جزء من المستعمرة وبشيل الايرلوك سيستم هذا بشيله بكبرة. والله انا اشوف هذا حل مثالي ان نحطي هذا هني اوكي على الايرلوك هذا اللي موجود. عندنا بنمتد الصوب الثاني نحن بعدين هذا بيكون بعيد عن الستور بعده. زين هذا وهذا يتوصل هي. بس ما نبغى نوصله لانه هو اصلا ما بيطلعون الا اذا في ايرلوك سيستم اللي هو هذا اللي يمنع. اعرف نحن اوت اوف كل شيء اصلا بس انتوا لو شدين حيلكم تنتجون. هذا منو انجينير انجينير يسوي الناس سوالف. لو شدون حيلكم شوي على اساس ان نحن يكون عندنا مصادر اكل زيادة. شوفوا ناس بتاكل على طول ناس بتاكل. عندي مكينتين انا تسوي الناس سوالف مش مكينة واحدة حتى. ساند ستورم يا مسلم ساند ستورم مش وقتك والله العظيم مش وقتك. ما في عندي فص علم طواري لازم يتمون داخل شيء ولا عندي اي فكرة اذا فيه. بس انا للحين الميل مالي وضع قاعد يتدهور
ما قاعد يتعدل. شوف كيف الانتاج مالي قاعد ينزل، الخضرة رد يرتفع، هاي الخضرة ردت ارتفعت شوي، الخضر ردت ارتفعت زين. هاي الشيء يبلهم operated by worker operated by engineer security council. خلنا نحطي في landing rules 5% guard. اوكي بنحطي لنا guard حارس زين، خلى يجينا حارس الحين. ويمكن يمكن يمكن اخذ لي مسدس اذا استوى الوضع. نحتاج مسدس بيكون وايد زين. عصفر امريه، هذا شو اخباره في العصفر؟ ما بيموت. بس والله استانسوا من حطيت لهم تلفزيون، ها ما اعرف ايش سر التلفزيون هذا اللي خلاهم مره واحده يفرفشون. انا شكلي ببند هذا بعد سيمي كوندكترز، ما بس سيمي كوندكترز غيرت رايي. حرام انجينير واحد نضيع وقته على السيمي كوندكتر هذا. امنو يا يصلح انجينير، ليش الريبير بوت مش جاي؟ زين بدك لك على الانجينير، انا مش ماكل والهيلث ماله تعبان، الهيلث ماله تعبان، هاي مصيبه من مصايب، مصيبه من مصايب. لان نحن اصلا هني شو نقدر نحطيه؟ فيرمونت از برودوس هير، فيرموميت ورك بنش، منو اللي يسوي؟ نبى ندكلك على هذا المحترم اللي هنا ورك بنش. نحن عاوزين ميديكال سبلايز بقى يعني، ممكن هاي شو بيولوجيست، بيولوجيست يشتغل هناك بعد، ممتاز. ويشتغل هني، وكلهم في نهاية اليوم ما عندهم اكل. هذا العامل المشترك عندي في كل الناس في ال في المكان هذا. فالعامل المشترك ان كلهم مش محصلين ياكلون. اذا ماتوا كلهم ترى الله يرحمهم لا سمح الله يعني، بس انا اقولكم يعني اهم شيء. اوكي اهم شيء هذا متى بيبنون ان شاء الله؟ انا مش عارف يعني متى راح يبنون ويسوون، على اساس ان نقدر نحط لهم كميات اكل زياده. انا عندي بيولوجيست، والبيولوجيست يخدموكم يحطوا لكم اكل زياده وتنتجون بلاستيك زياده. استقبل وي ران اوت اوف ميديكال سبلايز. اوتش اوتش اوتش، ليكون الميديكس كلهم مشغولين هنا. مزق الكابنت ما في ولا شيء اصلا، اكلهم تعابه، كلهم تعابه من الاكل. بس الاكل وابوك عادي نفس اخر مره يطيح علينا شيء ترى. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير. المهم شفنا مركز التحكم ايش نحط فيه. هاي كانت حلقة اليوم مركز التحكم، نشوف ان شاء الله في حلقة قادمة، ونشوف ادخالاتكم مرة ثانية ومداخلاتكم على السلسلة هذه، ونشوفكم حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.